الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي ربا أبو غادر تعود إلينا من جديد. ربا، كنا نتحدث عن أصداء استقالة حسان دياب المتوقعة في الشارع اللبناني، وأيضا يعني على أوساط الاقتصاديين والمراقبين السياسيين. نعم، إن استقالة كما قلت إن استقالة حسان دياب كانت متوقعة نظرا لتوالي استقالات الوزراء. في لبنان هناك انقسام في الرأي، هناك من يؤيد هذه الاستقالة وهناك من يعارض هذه الاستقالة ويعتبرها يعتبروها تهرب من المسؤولية. واللافت للنظر في لبنان أن كل حكومة تتعاقب في لبنان تدعي أنها غير قادرة على إحداث فرق على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني أو الإداري أو إدارة القطاع، وهذا ما يأكده حسان دياب. الاستقالة كانت يعني كان من قبل الشعب اللبناني من وقت حدوث الكارثة أو انفجار بيروت التي اعتبره البعض هو سبب يعني والذي أودت حياة المئات. هذا الغضب الشعبي، هذا الغضب الشعبي من الممكن أن يعني من الممكن أن يخف أو تخف وطأته بعد استقالة الرئيس حسان دياب واستقالة الحكومة التي يعتبرها البعض أنها لا يعني لا تعبر عن تطلعات الشعب اللبناني، وهي غير قادرة على إحداث أو خصوصا في الشق الاقتصادي إحداث تغيير ومساعدة ووقف انهيار الاقتصاد اللبناني الذي عانى في الفترة الأخيرة من تراجعات كبيرة شهدها المواطن والشعب اللبناني. ولعل كارثة انفجار المرفأ كانت بمثابة الضربة القاضية لهذا الاقتصاد. ونعم يعني الاستقالة في الوقت الحالي يعني ننتظر تداعياتها، ولكن يعني المرحلة القادمة هي المرحلة التي ستكون قوية في تاريخ لكن كيف ستسير الأمور الآن يا ربا؟ البعض قد يتساءل هل يتحمل لبنان هذا الفراغ السياسي، ونعلم أنه هذا الفراغ كان موجودا حتى بوجود الحكومة. نعم، أنا وجود هذه الحكومة وكما قلت لك لأنها لم تحصل على دعم المجتمع الدولي، أو أن المجتمع الدولي لم يكن راضيا عن هذه الحكومة لأنه يعتبرها تحت غطاء جهة معينة أو حزب معين. لبنان اليوم سيدار عن طريق حكومة تصديق أعمال لهدف الوصول إلى الاستشارات النيابية للدعوة إلى الانتخابات. نحن اليوم سنعيش تحت مظلة حكومة تصديق أعمال لمعرفة ما ستؤول إليه الأوضاع وكيف سيكون نهج الحكومة الجديدة، أو ما هي يعني من هم الأشخاص الذين سيكون في الحكومة الجديدة في لبنان، وما هي النهج الذي تتبعه هذه الحكومة. نعم، ربا لنتحدث عن الشأن الاقتصادي الذي يشكل طبعا لب هذه الأزمة. صندوق النقد الدولي أصدر بالأمس بيانا عن التعاون مع لبنان، شدد فيه على أنه لن يقرض الحكومة قبل التوافق على سياسات الإصلاح الاقتصادي. طبعا الكل يتحدث عن السياسات الإصلاحية، الرئيس الفرنسي كانت لديه بعض الاقتراحات، الآن صندوق النقد لديه أكيد تصور، وكانت هناك اجتماعات متعددة خلال الفترة الأخيرة لمحاولة إرساء هذا البرنامج. ما أبرز ملامح الإصلاحات المطلوبة؟ كما قلت لبنان حصل على دعم دولي، وهناك تشديد دولي على انه سيدعم لبنان في هذه المرحله وسيساعد لبنان في مواجهه هذه الكارثه وسيعمل على معالجه الاقتصاد الذي دخل في مراحل الانهيار كبيره. ولكن من ابرز متطلبات المجتمع الدولي سواء هي نفسها الاصلاحات التي طلبها المؤتمر الساد الذي عقد في تاريخ نيسان 2018، وابرز هذه الاصلاحات هو وجود نيه فعليه وحقيقيه في الإصلاح، في التغيير، بناء مرحلة جديدة في تاريخ لبنان، وقف الهدر والفساد وسرقة الملاعان، سرقة الأموال المنهوبة، مكافحة الفساد اللي هو لب المشكلة في لبنان. لبنان اقتصاده منهار بسبب الفساد، وخصوصا فساد القطاع العام وسرقة الأموال العامة. بالإضافة إلى كما طلب المجتمع الدولي من لبنان هو إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة هذه المصارف، ولكن بالوقت نفسه هو ضمان ودائع فرار المزدحمين. في
اعتبار انه بعندما طالب المجتمع الدولي بالاصلاحات في قطاع البنى التحتيه على اعتبار ان الكهرباء وهي اساس المشكلات في لبنان والتي ادت الى تراكم الدين العام سنوات وسنوات، بالاضافه الى الاصلاح في قطاع المياه، في قطاع التعليم والمؤسسات العامه. والزام لبنان بالابتعاد عن سياسه المحاور، اعتماد اعتبار سياسه النائب النفس، الحياد، الابتعاد عن الصراعات الاقليميه نظرا الى موقع لبنان الاستراتيجي الواقع في منطقه فيها العديد من المشاكل الجيوسياسيه، بالاضافه الى اجراء انتخابات نيابيه مبكره. كل هذه الاصلاحات يجب ان تترافق مع اجراء تحقيق شفاف ودقيق لما حصل وللجارثه التي وقعت في الانفجار، لمعرفه الحقيقه ولمعرفه من هي الجهات المسؤوله عن هذا الانفجار، والمطالبه بالعداله، العداله لارواح الشهداء التي سقطت، والعداله للمجتمع اللبناني الذي دفع الكثير وما زال. يعني بعتقد هو ابرز متطلبات، وهي في نفس الوقت هذه متطلبات الشعب اللبناني. صحيح، هذه مطالب الشارع، لكن السؤال هو هل يمكن للحكومة تسيير الأعمال أن تتعهد بالقيام بهذه الإصلاحات، وهو الأمر الذي تعذر خلال الشهور الماضية؟ نعم، أنا برأيي نقطة الإصلاح ونقطة التغيير وتطبيق شروط أو لجوء لصندوق النقد الدولي، إن كان مع حكومة حسان زياد المستقيلة أو حكومة توشيط أعمال أو أي حكومة ستأتي إلى لبنان، لم يعد خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي هو خيار متاح أمام لبنان، بل أصبح واقع مفروض. يعني أنا بالنسبة لي لبنان ما بقى عنده خيارات ممكن يلجأ لها، لأنه أصبح الحصول على قرض صندوق النقد الدولي برأيي هو المنفذ الوحيد لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي عم بعيشها. وهو لازم يكون في عندنا مسار فعلي وحقيقي للإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد والهدر ووقف مجاريب الهدر في الدولة اللبنانية، وإذا قال تغييب مصلحة المجتمع اللبناني ومصلحة لبنان على مصالح الخارج وإبعاد لبنان عن أن يكون ساحة لتصفية حسابات الخارج على أرضه. لكن ربما ما الجهة التي يمكنها أن تدير هذه الإصلاحات، هذا البرنامج الإصلاحي إن صح التعبير، وتضمن تطبيقه وسط وجود هذه القلاقل وأجواء عدم الثقة ما بين الشعب وما بين القيادة؟ نعم، إن المرحلة اللي بدها تجي في لبنان، يعني المفروض يكون في قادة أول شيء يحصلوا على ثقة الشعب، يعبروا عن الثورة التي انطلقت في 17 تشرين، قادة بالفعل هم همهم الوحيد إدارة البلاد بطريقة سليمة، وقف انهيار الاقتصاد اللبناني، الوصول إلى خشبة الخلاص بهذا الاقتصاد بهذا الوطن الذي تعد من الحروب على أرضه. فريق محايد لديه خبرات، يعني لديه خبرات ولديه تطلعات، ويكون في الدرجه الاولى يحصل على ثقه المجتمع الدولي، وفي الدرجه الاولى يحصل على ثقه الشعب اللبناني ويحصل على ثقه المجتمع الدولي، ليتمكن لبنان من الحصول على المساعدات، من الحصول على قرض الدولي النقد الدولي او الحصول على اموال خارج، لان غير المساعدات الخارجيه والاموال التي ستاتي من الخارج لا يمكن اعاده اعمار الاقتصاد اللبناني واعمار ما تهدم من جراء هذا الانفجار الكارثه الذي وقع في عام الاخيره. نعم، بعض التقارير منها مثلا تقارير صادرة عن الأمم المتحدة قدرت قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان 117 مليون دولار وهذا فقط في الثلاثة أشهر المقبلة، هذا لتلبية الاحتياجات الأساسية سواء كانت طبية أو متطلبات إيواء، ويعني هذه الاحتياجات هذا الشق، لكن الشق الأهم هو المبالغ التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني للوقوف على قدميه مرة أخرى. يعني ما الأرقام الأقرب إلى الواقعية من وجهة نظرك؟ نعم، إن الجهات المسؤولة نظرا لعدم الكشف بشكل كامل عن حجم الأضرار، خصوصا الأضرار الذي خلفها انفجار مرسى بيروت، التقديرات تشير الى ان الاقتصاد اللبناني بحاجه الى المليارات من الدولارات، وان هذه المساعدات التي ستصل الى لبنان
لا تكفي، وهذه المساعدات هي مشروطه، لان هذه المساعدات لم تصل الى الجهات الحكوميه، هي ستصل الى الجهات المدنيه، وهنا تكمن المشكله، لان الجهات المدنيه في لبنان لا يمكنها من استلام المساعدات، يلزمها دفع جمارك ودفع اموال، وهذا غير متيسر بيد الجهات بيد المجتمع المدني والجمعيات الغير حكوميه، وهنا هنا في يعني في مشكله، في شيء عم بيهدد الامن الغذائي تبع المواطن اللبناني في المرحله المصريه. ربا ابو غادر الصحفيه المتخصصه في الشان الاقتصادي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا مباشره من العاصمه اللبنانيه بيروت.